سوق الأسمنت في مصر سوق كبير ومتناول، لكن لما بنيجي نبني ما بنستخدمش أي أسمنت، بنستخدم أسمنت المسلح. شكارة المسلح زي ما بيقول الصناعية شكارة محملة، يعني 50 كيلو مظبوط، ودي حاجة بتحافظ للتاجر والمستهلك على كل قرش بيدفعه. كمان لون الأسمنت غامق، ودي ميزة مهمة للمقاول والمستهلك. أسمنت المسلح قوة صلابته عالية جدا، معدل إجهاد 42.5 نيوتن، وهي دي الصلابة المطلوبة. ده غير ان تكنولوجيا التعبئة بتضمن عدم وجود شكاير تلف، وبتخلي الشكارة تتعتق بسرعة.